يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام؟ وهل هذا محدد بهذه الأيام أم تجوز الزيادة؟ لا، تحديد العزاء والمكان هذا كله من البدع. العزاء ليس له مكان وليس له زمان. ما لقيت أخاك المصاب في ليل أو في نهار أو في بيت أو في دكان أو في مسجد تعزيه، أما الجلوس وإعداد الطعام فهذا كما قال الصحابي الجليل يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.